وكان الفريق الحكومي في لجنة مفاوضات فتح الطرق أكد عدم تلقيه أي إفادة من المبعوث الأممي حول نتيجة مناقشته مع ميليشيا الحوثي خلال زيارته لصنعاء حول تنفيذ مقترحه بفتح الطرق. وقال نبيل جامل عضو الفريق الحكومي إن الفريق ينتظر ردا من المبعوث الأممي حول زيارته لصنعاء ولقائه قادة في الميليشيا لإقناعهم بتنفيذ المقترح المعدل المقدم من قبله الذي يتضمن فتح 4 طرق في تعز من ضمنها طريق رئيسي وطريق بين دمت والضالع. وأعرب عضو الفريق الحكومي عن خشيته من استهلاك وقت الهدنة الثانية بنفس الطريقة التي استهلكت وقت الهدنة الأولى. عبد الكريم شيبان رئيس لجنة التفاوض لفك الحصار عن تعز ينضم إلينا لكي يطلعنا على التفاصيل أكثر. هل تلقيتم أي إفادة من مكتب المبعوث الأممي بشأن رد الحوثيين على المقترح المعدل بشأن فتح الطرق في تعز؟ لك التحية أختي الكريمة والأخوة المشاهدين. إحنا في الحقيقة لازلنا منتظرين رد المبعوث الأممي لأنه التقى في يوم في صنعاء، وخلال اليومين القادمة سيلتقي مع مسؤولين الحكومة ويطرح رأيه الرأي النهائي. في الحقيقة الأمر القضية واضحة، يعني هي كانت حزمة كاملة، قضية فتح الطرق مع ميناء الحديدة مع مطار صنعاء مع الجوازات، كانت حزمة كاملة وقع الحوثي على الهدنة. المفروض أنه يلتزم بفتح الطرق بتعز بقية الطرق في جميع المحافظات الجمهورية على اعتبار أنه هو اللي بغلق الطرق. احنا الان منتظرين. انا ارى انه ما لا داعي لهذا التعنت ولهذا التطويل ولهذا الاستغلال الهدنه وجعل تعز ورقه سياسيه يناور من خلالها، شيء مؤسف يعني حقيقه. الان المبعوث الاممي يقدم الراي اللي رفعه في الجلسه الاخيره اللي رفعه لنا الحكومه، ما لم يدين هناك ادانه واضحه للحوثي، يكون في ادانه واضحه ويطرح ان الحوثي هذا معرقل وانه اسباب يعني هو السبب في قلق الطرق وسبب تنفيذ مرود الهدنه. الأمور لازم تكون هكذا واضحة بهذه الصورة. هل يدرس الفريق الحكومي خيارات بديلة في حال أصر الحوثيون على فتح طرق فرعية؟ الخيارات الحقيقة للحكومة والشرعية، هي من تتخذ الخيارات المناسبة ومعها أوراق كثيرة. مطار صنعاء مفتوح، يستطيعوا يغلقوا مطار صنعاء، مطار الحديدة تغلق، لكن احنا مع القضية الإنسانية، احنا لسنا نريد الناس أن يستفيدوا. نريد الناس أن يستفيدوا الجميع، نريد حتى احنا في تعز نستفيد من مطار صنعاء، نريد أن نستفيد من ميناء الحديدة وميناء عدن ونستفيد من الطرقات، الناس ترتبط تعز بقية المحافظات، لكن بالحقيقة الحكومة لديها أوراق، والمفروض المبعوث الأممي توقف الأمم المتحدة، لازم أن يكون هناك ضغط على الحوثي، ضغط كبير جدا وإدانة واضحة أن الرجل هذا معرقل وأن هذا هو سبب الحرب وسبب كل المشاكل اللي في اليمن. هو الحوثي الذي انقلب على وضع قائم في اليمن للأسف الشديد، وانقلب على وضع سوري مستقر، والآن يعني أصبح الناس محاصرين في مدنهم نتيجة هذه التصرفات اللا إنسانية. ماذا عن المعلومات التي تتحدث عن شروط الميليشيا مقابل حلحلة ملف الطرق؟ نعم أختي، الطرق إيش؟ إذا كان لديكم معلومات حول شروط الميليشيا التي فرضتها مقابل حلحلة ملف الطرق، إيش الباقي من شروط أساسا؟ الحوثي كل من أول هدنة من اتفاق سويسرا اللي تم، ثم بعده الكويت، ثم بعده حق ظهران الجنوب، ثم بعده الاتفاق الأخير حق السويد الذي هو ستوكهولم، والآن هذا الاتفاق كله كان يطرح شروطه وترفض كل شروطه، ايش باقي من شروط مع الحوثي؟ الحوثي الامور الان تنفذ الامم المتحده وكل شروطه اللي طلبها منفذ له، نفذوا له الجوازات، نفذوا المطار، نفذوا له المينا، كل شروط، ايش باقي عد من شروط؟ احنا اول حاجه لا نقبل ان تصبح تعز هذه محل مزايدات ومحل يعني من مكاتب سياسيه من وراء تعز، هذا شيء مؤلم ان يصبح الملف الانساني بيد الحوثي يزايد فيه ويطلب منه مكاتب سياسيه اخرى. انا اقول ابناء تعز ليس لهم اول حاجه علاقه في سواء قضيه اغلاق مطار صنعاء او الحديده او اي طلبه، ليس لنا اي علاقه. ابناء تعز يريدون ان يعيشوا، يريدوا يدخلوا يخرجوا من داخل تعز بحريه وسلام وامان. نعم. هذا في الان لسنا لنا علاقه بهذه الامور كلها اللي تحصل. الرجل جمع ميليشياته كلها الى تعز وحاصر تعز، الحصار الشديد الان هذا يمنع على الناس كل شيء.
يعني القضية ما عندها تعرفين أن الحصار يعني أشد ضراوة من الحرب. لما استمر الحصار 8 سنوات، الحرب هي تعتبر أسبوع ساعات تستمر، لكن الحصار هذا طال، حصار طويل جدا. فقضية أنه يعني أصبح الإنسان داخل تعز أهم متطلبات الحياة، يعني صعبة يدخلها من مواد غذائية إلى تطبيب إلى تنقل الناس المرضى دخولهم المستشفيات، مأساة حقيقية. والعالم الحقيقي يتفرج، العالم لازم أن يكون له موقف، الأمم المتحدة لازم أن يكون لها موقف مع الحوثي، لازم الرجل أن يدان، لازم أن يعني يوقف عند حده. إحنا طلبنا السلام من أجل أكون رأيك واضح، والسلطة ورئيس الجمهورية الدكتور أشرف علي من أجل أنه قلنا نريد أن نوقف حقن دماء اليمنيين، كفاية دماء، كفاية حرب، حرصا على دماء الناس. الرجل ليس بأي مسؤولية، الدماء عنده ليس عنده أي مسؤولية في قفص الدماء وسفك الدماء. إذا كانت تعز وهي هدى لم تسلم من قصفه ومن درعاته ومن القذائف داخل المدينة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، يعني للأسف يعني وهي هدى. الآن الأسبوع هذا يعني قصف داخل المدينة، هناك يعني في الجبهات يعني حصل حوالي معركة كبيرة، يريد أن يعني يدخل المدينة. الرجل الهدى هو يستغلها بحقيقة من أجل تريد صفوفه، من أجل الحقيقة يعني إعادة ترتيب أوراقه، التقاط أنفاسه، هو يأدي معركة كبيرة. أنا هكذا الواضح، الرجل لا يؤمن لا بسلام ولا بأمان ولا فخ طرق ولا بشيء. هذا الشيء الواضح لازم أن يفهمه الرأي والعام، الرأي الخاص والعام. إحنا بالنسبة لنا تعاطينا مع المبعوث الأممي، مع ما قدم المبعوث الأممي المقترح، تعاطينا معه واعتبرناه أنه يعني الحد الأدنى، ولا كنا نريد فتح الطرق كلها، فتح طرق تعز كلها. الناس يتحاربون في العالم كله، ما قد حصل في تاريخ اليمن القديم ولا الحديث أنه يعني حصل أنه حرب تغلق على الناس الطرق. الطرق هذه حد السوري وقانوني وشرعي تكفل جميع الشرائع السماوية والمواثقة المتحدة تقطع طرق. ليش؟ من أعطاك أنه تقطع الطرق هذه؟ أي إنسانية تقطع على الناس تنقلاتهم وحياتهم؟ وصلت الصورة رئيس لجنة التفاوض لفك الحصار عن تعز سيد عبد الكريم شيبان، شكرا جزيلا لك.